نحن نعلم في التاريخ من أهم التجارات التاريخية منذ آلاف السنين هي تجارة الأديان. هناك من يستغل الدين ويستأكل به. ورد عندنا في ثقافتنا في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة الحديث عن المنافقين أو عن أهل الرياء أو أهل الادعاء، حتى أن هناك من ادعى النبوة، هذا واضح. وفي الروايات أيضا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام هناك الحديث عن الذين يستأكلون يتكلمون بالدين من أجل التجارة، وخصوصا في آخر الزمان قبل خروج الإمام عليه السلام. هذه هي الصورة العامة. أما فيما يتعلق بمن يدعي، في الحقيقة أن الصادق والذي لنفترض أن له نوع علاقة هو لا يتكلم عن هذا الموضوع ولا يقوله ولا يدعيه ولا يسلط الضوء، بل هو يحاول أن لا يظهر بهذا المظهر أبدا، لأن هذه العلاقة إن كانت فهي بينه وبين الله تعالى، ويكفي لعلها نوع من أنواع الكرامة.